بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كلمة المانتا وحل إلى هذا كلمة الأمة وأين كغه ظلنا شمعياشا يمناسبات كأباهن إن لقوا إيغو إش شريعته. maalmahan waxaa ka dhacday magaalada Hargeysa oo ah caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland kufsi iyo dilba ka dhacay israacay. Arrintaasi waa arrin aad iyo aad u adag islaamka gudihiisa iyo qofka bini'aadamka agtiisa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala وحيالها القرآن كيسا كغهد ليبي كمتها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض إلهي وحاولي كوا إلهي لطقع لمية يرسول كيسا إدلك فسهادين إياه waxa ay tahay in la laayo oo la dilo oo waliba marka la dilo yaani la salbiyo oo la sulo meelaha ummaduhu isku yimaadaan si loo arko aw yunfa min al-ard ama dhulka laga mustaafiriyo iyadoo aynu ognahay qiimaha hooyadu ay ku leedahay inantu beritoona waa hooyo waa qofka ugu xaqa badan leh muslimiinta gudihiisa hooyadu mana xaqu naasi calaya ya rasuulullah ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuuk dadka yaa ugu xaq badan ee xaq igu le ya rasuulullah hooyada haddana ayo hooyada haddana ayo hooyada haddana ayo hooyada saddex goorba ku celiyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam thumma abuuk markii afareed buu yidhi aabbaha wujuudkan aynu joogno xuquuqda laysku leeyahay hooyada ayaa ugu xaq badan حملته أمه وهنا ووضعته وهنا وحمله وفصاله 30 شهرا إتال ذري كقاطي إتال ذري كلكتي ناس وشنتي سي إيو على الجلستي سي صدن بلود بيس كقاطي أي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا كسوغا أفريلاتن بلود وناس وشنا هي لح بلود وسيدسة culimaduna waxay yidhaahdeen inta ugu yar xamligu waxa weeye waa 6 bilood weyn walaalayaal inanta waa hooyo waa hooyadii berri toole islaamku qiimahaasu u yaalay iyadoo ta aynu ognahay ayaa la kufsaday taas kufsigu waa iqtisaab عقلا وشرعا وحلا أقبل كريمة علماء وحي الليين كواسي وحوي ودوين كشرية نفت وحيالية مالك وحيالية طريقة الشراء وإن لق يمدك الله شراء حتى يكون لغضان حتى لق يبدح الله شراء وليب الله صلبيه مركا للديله ayaa uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala alimaam ashaafici alimaam axmed bin xambal waxay qabaan kuwa iyaguna magaalooyinka gudihiisa gaangiska ah ee isbahaysta ee dadka wadooyinka magaalada gudaheeda ku laynaya ama hantidooda boobaya iyagana waxyeelaya xadulxiraaba xadkaasaa lagu qaadayabay culimmadu aaminsan yihiin ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قفك قف مسلمة له وكسؤد له وجهنم أيو قليا إلهي بان حريسي سكفقي إلهي باو عروضي عذاب وين نوال قليني أفرتا قودي علم القار وحي الأحدين حتى هدين لودي له ابن عباس جمهورك علموض وقبان لكن وحي حتى هدين لودي له توبض ملح سبحان الله والله ليال ضلك توحيدك أو قصر المانتا هرقيسة برتن كيدا إنان حبلهيني كميدا لغو كفصادو والذي له انت لكف صده ووحان لقاضن كريموهي وحانو آديات وقومهات نقينا دادكي كاهو القلي عيدامدي كاهو القلي سوق ابتاي دادكي لقوتهمي إدراؤ الحدود بالشبهات رسول كوحو يلمرك حدف لنيسان وحي شبهاء يتهونا كسار ابو رسولك عليه الصلاة والسلام مرك الله بصده إلا الدلاء ونكسن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إلهي بقال له ماشي كفس ما يمد إلى تاير عرورتين نكمضة حتى نوال الدلي سبحان الله دل إيا كفسي والله ليال برعوي نوقي وحي كالعي ما أنت نهر جيسي كالعضي ومقالين كي وووينا جمهوريه الصومالان اي لهيد عيب اي كوتهاي ومدرير الصومالان عيب اي كوتهاي ضدك مسلمين تا عيب اي انو كوتهاي لمانتين فلالك نوع عاسين اي صول نقضان وحنوقو باقينا مدحوينها جمهوريه الصومالان وحنوقو باقينا انت عقلك يا علمك له إن أرنتاسي دقدق وحلوغة قبطو و أيلان إمكا قعمها يسو ديبين أرمها قار كود قفكو حق بو اللي يهي إنو أفيو حق بو اللي يهي إنو ديقاتو لكن أرمها نو عاسا قفك ديكا قادنية وحو إنو قفريا إن دلكا هبله نوبطو وحنو قدق إن نبطو النظر وحنو قدق إن عقاشة أرمها نوع عاس إناني مكة قاضا والله صل على سيدنا محمد تاسوك له وحي الله دونا هلا دونا إن لقبحيه إن أرهن تاسق ساستيد اللفليه سيأينو إنتك له أبد بادنو سيدا إلهي قرآن كيسك الشاكد وحلا يابضا نبالد لوقتك رسولك عليه الصلاة والسلام أيقتل قتيل وأنا بين أظهركم ولا يعلم من قتله رسولك أمضب الله الله أيقتل قتيل بقف بالد لي وأنا بين أظهركم أنجي إذن كل حجرة ولا يعلم من قتله مركزا لذن قفك دل لما قرن أيه يعني أدب رسولك عليه الصلاة والسلام ولياب وحلا رمتي لياب كالله صحابة رسولك رضوان الله عليهم سيدا أي إلى لنشرين حبلها صحابك الله يقال سبير بن عوام ويساقوا سفر كتيرة أيام لما بعد إحضاء وقالي بقران يانين سبير ياهي تبتوحي لها دين وحي وأدونها يبوسيه إنهم باصارن فرسكو وكوضة إنهم تنسو دجبي إلى حدين سبير وعني قررين ومركي هراء وشاهدين تواوين الصحابة كمدها لكل نبي إن حواري وحواري سبير نبي والبقر قارو اللي هاي اسمه برتاقو وإسلامك وقرقاره قرقاره يقولوا سبير بن عوام بولي نبي عليه الصلاة والسلام رسولك ما بترهم يا هايين مشاهدين تواويني صحابة وانا طوانكي جندا لوغو بشاري مركي قادي إلا انت سودة چيبو سودة سوير بن عوام تيرادو دو حلقو قياسات روايات كاركودين ساقالا هايين
sagaalkiiba madaxyadooda meeshii buu dhigay. Markii gaadhay inantii, markii hore inuu isdhibo buu doonayno wixii uu hayayba uu siiyey, laakiin markii gaadhay inanti soo dejay waa waqtigii jihaadka weeyey. Marka cirdigaaga lagu xadgudbayo adigoo ag jooga inaad difaacdo oo aada ku shahiido ayaa islaamku yacnii qof ka faray. Marka baarakallahu fiikum, halkaas waalkii ay ka taagnaayeen dadkii wanaagsanaa, innagana maanta waxaa laynaga doonayaa in arintaasi mowqif adag, mowqifka qisaasta inaynu iska taagno. waxaan kusoo waruurinayaa baarakallahu fiikum, cumar bin khataab baa markii uu shaam u socday ayaa nin baa u yimid, wuxuu yidhi ya amiir almu'miniin, markaa waxaa ka da-ayay dhiig. ninka la yidhaah hebel oo runtii saxaabadii rasuulka ka mid a ayaa nabarkan igu dhuftay buu yidhi. dabeeto cumar aad buu cadhoodo, waa waddankii muslimiintu ay qabsadeen, nin ahlu dhimma ah siduu nin saxaabi nabarka intaa leeg ugu dhufan karaa? saxaabigii baa loo yeedhay. saxaabi baa ku yidhi ya amiir almu'miniin, inta aanad ma garatay arrintaasi gelin, horta waxa weeye dhegayso, arrinku waxa uu ku dhacay dhegayso. wuxuu yidhi ya amiir almu'miniin, waxaan arkay anigoo waddada maraya ayuu baan arkay gabadh muslimad oo qaylinaysa oo wax sii jiidanaya. dabeeto waan ka daba laaboo ninkan uu ahaa, kurkaaban doonayay inaan ka jare eh, nabarka intaa leeg baa gaadhay. subxaanallah, anigu waxbaan doonayay inaan qoorta hoor dhigo buu yidhi. markaa dabeeto subxaanallah, cumar bin khataab baa yidhi maxaa heshiiskiinu yahay arrimaha noocaasa, ninka inan kufsada annagu waanu dilnaayo, dabeeto weliba waxa weeye waanu salbinaa bay yidhaahdeen. war dila buu yidhi cumar bulkhataab radia allahu canhu. walaalayaal, waa dil iyo kufsi, arrintaasi waa arrin adag, waa arrin inagu soo noqnoqotay, magaalooyinkeennii waaweynaa ka dhacday. go-aan xaasima in culimmada iyo muxuu ahaay garsoorkeenna iyo xukuumadda aynu wax ka qaadano adag weeye. baarakallahu fiikum wajazaakum allahu khayran. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.